ومن ضمن الأمانات اللي ربنا حملها لك يا زوجة إنك ما تفشيش سر بيتك. أوعى تفشي سر بيتك بره. ربنا انتقم من زوجة سيدنا نوح لأنها خانت زوجها وأخرجت سر بيته إلى الغرباء وإلى خارج البيت. أمها ترن عليها، إيه أخبره معاكي؟ ده عيشة سودة. وهي البلوة السودة ترد عليها تقول لها إيه؟ أنا عارفة. عارفة إيه؟ وبيعمل معاك تاني؟ قولي قولي. يقول ده بيعمل معايا كذا وبيعمل معايا كذا ويعمل معايا كذا. جوجة الزواجة سودة. خيانة ديت خيانة أمانات. أنت داخل بيتك وداخل حجرتك وداخل زوجك بيسترك في بيتك لا تخرجي سرة، فهذه خيانة يا أخي. ديت خيانة يا أختي في الله. الله يكرمك، ما تطلعيش سر بيتك برا. ربنا انتقم من زوجة سيدنا نوح لأنها أفشت سر البيت.